السلام عليكم. سميتي قرصان مينا. كان نشتغل في هذا الشيء ديال الصناعه التقليديه، اعاده التدوير. اعاده التدوير كندخل مع الصناعه التقليديه. بديت هذا العمل ديالي في سنه 2011، من تما بديت وكان نديفلوبي العمل ديالي. كل خطره كنبدل كاع الاشياء اللي كتلاح، دي التهرسات، البلاستيك، الكارتون، الزاج، كل شيء كندير فيه تنعاودو، ديكور ولا للمطبخ ولا الحمامات ولا المهم إعادة التدوير ديال كل شيء، ما كان له حتى شي حاجة. نحاول نوفق بين العمل ديالي في الدار والعمل ديال هاد الشيء اللي كندير. اسمحوا لي، تنخدم مثلا العشيه، تنبدا في العشيه عاد تنبدا العمل ديالي، تنجمع هذاك الشيء اللي بغيت من سميتو من لابوبيل، ولا تنطلب الناس يعطوني داك الشيء اللي مثلا تهرس ليهم ولا ما باقينش باغيينو، وانا تنعاود نجدو بطريقتي. المهم فرحانه بهذا العمل ديالي، وتنتمنى يتعرف وكنا نديروا اليد في يد باش ما باقيش نلوحوا كاع اللي تهرسات ولا اللي سميتو، لان مالين النظافه تاعهم مساكن تيتالموا الا كانوا كيجمعوا هذوك الازبال ديالنا. كاين اللي كيضرب يديه الى جاج ولا حديد ولا سميتو، انا ما كنخليش هذاك الشيء. والحمد لله هاني غادية شوية بشوية، وتنتمنى يعجبكم العمل ديالي. كنطلب من النساء اللي جالسين في الدار ما كيديروا حتى شي حاجة، يحاولوا يتعلموا لهاد الصنعة لأنها زوينة وفيها واحد المكسب لا بأس به. العود فاش تجلس وتقابل التليفون ولا التلفازة ولا سميتو تبدع في هذا العمل، راه فيه بزاف ما يدار وفيه بزاف ديال المجالات. وترحب اللي بغات تتعلم، مرحبا بها، ونتعاونوا ونديروا اليد في اليد ونزيدوا بهذه الصناعه لقدام، لانها شويه قليله ولكن فيها ما يدار وزوينه، والانسان يعمر وقته ما يبقاش غير جالس. وماذا بيا النساء يكونوا مهتمين بهذا الامر هذا ويتصلوا بيا، راه مرحبا انا معاهم ونخدموا شويه من هذا الشيء، لان تتخرج فيه الطاقه ديالك، الابداعات ديالك. اللهم ولا الانسان يبقى جالس في الدار ما داير حتى شي حاجه، واللي مهتمه مرحبا وشكرا.